بصوا بقى يا جماعه، انا اخر مره لعبت عمرو بشري فيها اكيد كلنا عارفين ان هو كسبني بسبب الدفاع، واللي يقول غير كده ما بيفهمش. مش عشان انا هجومي جامد يعني؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. تمام تمام. فانا بقى النهارده جيت واعمل له تشكيله دفاعيه لا تخلو من مفيش ثغره واحده اخش منها يقرب بس ناحيه ال 18 بتاعي. والله لو وقفت خمسه دفاع ولا هتفرق، ولا محتاج خمسه، انا ممكن اوقف جول بس يعني هوقف اربعه عشان ما احرجكش. يلا يلا يا ابني، يلا يا ابني. بقول لك ايه، الفيديو ده هيوصل كام لايك من الاخر كده؟ انا عايز يا جماعه 32000 لايك. عايز الرقم ده لو سمحت. مش قليله يا بولتكس والله. انا لو هو يعني لو في ذوق يوصله اكتر من كده مفيش مشكله يعني. جدعان 38000 لايك، ما اعرفش ايه الرقم ده، بس هو 38000 لايك دلوقتي حالا في يوم يوصل ان شاء الله. احلام العصر. حصل حصل حصل. بس انا سمعت يا جماعه ان هو جايب لي هجوم يعني برضه يحاول يخترق بيه الدفاع الجامد اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه، مبدئيا كده عندنا طقم الدفاع بتاعنا الاخ كوليبالي 96 عملته، عندنا راموس الفلاش باك ما بيطلعش من التشكيله وكلنا عارفين ده وما تسالنيش ليه، عندنا الواد اللي عامل زي الطور ده اللي اسمه حمدي بتاع السبورتنج لشبونه، وعلى الشمال جايب له روبرتو كارلوس الاقرع ال 97. بالنسبه لخط النص دفاعيا عندنا كيسيه، طلع لي في فيديو سابقا يعني اعتقد ان اللي متابع هيبقى عارف هو يعني انه طلع، وعندنا فان دايك ال 98 برضه لتعزيز الدفاع. انا مستغني عن رتي مخصوص عشان انزل الكائن ده، ويعني ايه كان برضه بشر بيعمل حاجات ده غريبه كده. بقول لك ايه، كل ده لا يعنيني في شيء، انا جايب لك يا باشا خط هجوم ناري، الروشفير على حسب ما انت بتقول كده، الروشفير ليفت وينج ورودريجو رايت وينج، وقلب الهجوم مش هقول لك بقى الظاهره ولا امبابي ولا ميسي ولا كريستيانو ولا العوق ده كله، انا جايب لك يا باشا ابرام ال 96 الجليتش بس كده. ولا يفرق معايا الكلام ده بجنيه. جاهز يا عم بشر؟ جاهز جاهز، دايما جاهز ان شاء الله. هتموت يا سوسو. تعالى بقى ما نشوف الفرقه يا جماعه اللي هو بيتكلم عليها. وريني. روبرتو كارلوس كوليبالي كيسي فيراتي. يا نهار اسود ونايل. مش معجب بجوميز. نهار اسود ونايل. والله هو جوميز انا جايبه عشان بس ينطق ابرام يحسسه ان هو في حاجه. بص 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 بص. ثانيه واحده. المشكله ان انا شفت اخر فيديو وحياة امك الحقها. انا بكره تشيك، بكره تشيك. لا حد يخش عليه، انا مش داخل. يا مش ايه ده؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه، ابراهام ده جليتش. قال جليتش، انه الجليتش قوي. لا ثانيه بقى، مش كل مره بقى. لا 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 لا. فوت اصلا اصلا باظت. ايه ده؟ حلوه قوي حلوه قوي، انا ما شفتوش. استنى بس. ايه؟ قبل ما يدخل منطقه الجزاء. فخز. قبل ما يدخل منطقه الجزاء. لا مش بينالتي. طب ليه كده بقى؟ يا ابن اللعيبه يا باشا. هوقفوا لك، بص هوقفوا لك جوه العارضه، على عرضه. ما تحاولش. جول جول يا دخلت منين؟ طب اروح فين تاني؟ انا بتكلم بجد، اروح فين تاني؟ انا موقفه على العارضه، انا موقفه على العارضه يعني. ثواني ثواني، هي دخلت منين بجد يعني؟ انا ما شفتش. دخلت تقريبا، دخلت تقريبا من وسط ايده والله. عشان الشوت باور. لا شوت جامد بصراحه، شوت مقبول. بصير مش هبصير. بالراحه بقى. بصير ومش هبصير. ايوه هبصير. النت بيه ايه؟ انت هتفصل ولا ايه؟ طب ده ينفع يا جماعه؟ النت فصل. طب اخوانا، طب اخوانا، ولا كان اي حاجه حصلت، يا دوب النت يعني ايه هزر معايا. طب تعالى اقول لك بس. لا ما تقوليش ما تقوليش، قول لي بعد الماتش. انا مشغول دلوقتي. زه زه. لينسي مع لينسي، لينسي مع لينسي، بس في فرق اطوال ابن لذينه بصراحه. اوعى كده. الحمد لله كورتواز. كنت هعمل الحمد لله كورتواز. هوب سايد. لا 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 لا. العب العب دلة زي ده. نجم. ايه ده ايه ده؟ ده كوليبالي وقف يتفرج. كوليبالي اتخرم ومعرفش فاندر سار عداها ازاي. فاندر سار اتخرم. انت بتشوطها ارضي ولا انت مش قاصد؟ لا انا بشوطها. تعالى ما تتوهش ما تتوهش ما تتوهش. لا اصل انا اول حاجه في الفوتش اب بعملها ان انا بقوم ماسك المدافع ده وراجع. قال لك ما تتوهش. كنت بحاول اسحله يا جماعه بس يعني ناصح، اعمل له ايه؟ هيقوم باصي بالعرض، هيقوم باصي بالعرض، هيقوم باصي. لا انا شايفها يعني حضن ده. محب من عشمه يعني. انت كل بالك جاي عليك بخساره. يا جماعه ده من عشمه يا جماعه يعني. ايه ده ايه ده؟ انت يعني بص، هو مش محظوظ، هو جليتش غبي يعني، غبي بجد. ابرام اقسم بالله مش طبيعي مش طبيعي. رودريجو بس عظمه قوي كده.
ولا اقسم بالله كنت واطل اديك كلا 3 كونتراكتس بعد الماتش يلا 3 سنين اسد يلا اسد يلا ثانية واحدة بس انا عندي بلان بي عشان بس نخلص من الكلام اللي احنا فيه ده قال لك بلان بي قال لك انا جايب لك كوليبالي ده انا جايب لك كيسيه من اللي فيها التنين الهرقل اللي عتيل عنتيل سكت اللي انت بتعمل ايه انا خوف انت بتعمل ايه في الخطة يا ده انت بتعمل ايه في الخطة لا دي مش خطة انا بعمل ايه في نفسي انت بتعمل ايه لا بلبس انت بتقلها ولا ايه تفرش على كده انا لا تبعديها البست طب وكده هي الفكره في التيشيرت يا جماعه التيشيرت طبعا هي حد دلوقتي يقول لي هو انت ريالي لا انا مش ريالي بس هو التيشيرت ده شكله حلو الريمونتاد يا خويا حبيبي حياكم الله يا اخي عيب على سنك والله يا كارلوس فعلا يلا خد تاخدها كده وترجع بيها كده ها هنروح معاه عشان ما يبصلوش لا مش هيبصيله برضه مش هيبصيله برضه مش هيبصيله برضه خلاص ما انا قلنا بقى مش هيبصيله بقى امال ايه لا 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 بس على الهادي على الهادي على الهادي اضطر انزل لك سلاح السر انا بس غيرت مركزين كده ممكن يفرقوا معايا في اللعبه ولا لا عايزين مشاهد واحد لله واضغط لايك تاكد عشان يعني في هتبقى 3-2 لبولتكس دلوقتي انت عشان لبست ريال مدريد لا يعني انا بس لابسه يعني شياكه كده عادي اتكل على الله خلي بالك ان ابراهيم ممكن بجد ياخد الكره ويشوط في العيال فاهم لا 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 عيب 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 لا لا يا منحل الحمد لله يا منحل انا هرسوى انا بحبك يا باشا حصل طب ده عالم الحيوان اكيد يعني اكيد 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 دي مش قناه علي بولتكس دي قناه اللي هي ناشونال جيوغرافي احي بجد والله احلف والله العظيم لا ده جارزينيو عليه عرضيات حلوه قوي لا خلاص بقى خلاص بقى يا رب اوعى 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 حلو بصراحه حلو يا عم رودريجو ضيع كره يا اخي خلص الماتش او اتحرق الريال اصلا اتحرق الريال اهو بولتكس بولتكس اهو احنا مش لسه في ماتشات ثانيه ولا خلاص كده ولا ايه لسه في ماتشات ثانيه تعالى لا خلاص هو ماتش واحد لا والله يلا يا جماعه الفيديو انتهى يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يا نهار اسوح لحقتك لحقتك هي دي الطريقه مش حلوه ما عجبتنيش سيئه زيف لا 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 بجد لا بجد بتاعتك يعني لا مش انت اللي تجيب على طول انا اللي بعمل كده فعلا ايه اللعب معقوله يا باشا في كده ده ايه الكره جات لك حظ فكك بقاء لله بقاء لله بقاء لله بقى ايه ده هو ايه ده هو ابراهيم اتصاب هو تقريبا لما وقع في الارض اكيد جاله هبوط حاد في الركبه اليمين هبوط حاد في الركبه اليمين برضو ولا اسمها ايه الاصابه قول لي كده انا دكتور وافهم انزلاق غضروف انزلاق غضروف مرنج يا نجم يا نجم يا جدعان بقى والله حرق انت ازاي رودريجو عندك بيفنش كده ما هو رودريجو ما هو برنجي ما هو مرنجي بيفنش كده صح برافو عليك لا هو انت شونكل هتعدي بيه كده ولا ايه الله تحاولش بقى بلاش بلاش بقى عيب على سنك يا زولا يعني الحمد لله ساعات ساعات هو انت تشيك ده ماله الطوره يعني هايج ليه انا مش فاهم واحده خارج المكان سيرخيو راموس في النص في النص فاهمني بكيسيه وبعدين في الاجوان حد من فريقك اهو حد من وبعدين وبعدين في الاجوان دي وبعدين في الاجوان الملطه دي تحظك بس ان برام طلع من اول الماتش حظك ان ابرام طلع من اول مصر. انا مش هتكلم عايزين مشاهد زوم يا مخرج معايا ايه الكلمه دي ترجم يا مخرج ترجم في المونتاج ها طبعا 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 ها يا حبك. يا يا لو كانت جت يا
ياه. بص الفريند هيعمل ايه دلوقتي. ايوه عامل باصه واحده. ايوه ويكمل. شكرا. بس حلو قوي كده يا جماعه. لا يا جماعه كوبري وفاول. جلبيه وسيب الفاول ده وهو يعني ما تغطيتش بقى. لا العب يا حبيبي. هي دي 99 بتستعبط. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وبحب كارلوس والله احنا مالينا اخصام والحياه حلوه لا 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 جابت كارلوس بصراحه. استنى يا نهار اسود والله عيب يعني. خلاص بقى عشان نكسب بقى. خلاص هنكسب بقى. انت راجل محترم العقل. صح. الماتش الاخير هو اللي بقول لك ايه على العليشين على اللي على لباسه على الماتش الجاي اللي يقلع لباسه على على كل الماتشات اللي عندنا في حياتنا تلعب. لا يعني هحتاج احتفظ بالحاجه دي بس ممكن اقلع التيشيرت ده اقصى حاجه. تمام يلا بينا الماتش اللي بعده. بص يا باشا الماتش الثالث ده انا هلعب كاني بلعب في بطوله كاس العالم للمنتخبات. يا باشا اعمل اللي انت عايزه. انا بقول لك الماتش الاول النت انقذك بس مش اكتر. ايوه روح امسك الواد. ماشي مسكته. عديت انا من خط نصك وايه وهجمه مرتده هي عليا اهي. تمام ده ايه ده. مش اوف سايد. مش اوف سايد بجد. ما كانتش اوف سايد. انا حاسبها بالملي والله العظيم. ايوه عامل باصه بالعرض. شفت التحديد بتاعي برضو ما يخرش الميه يعني. ايوه طبعا. بص الواد اللي حلو اللي واقف ده. وادي كمان واد حلو. وادي كمان ايه. ايوه حي. امسك ده مبدئيا برضو يعني عشان نبقى في الصوره مع بعض. طب هي الكره وصلت ازاي؟ ميرينجي جميل. ميرينجي جميل يا ام الميرينجي يا عم. ام الميرينجي يا عم. يلا عليك يلا هو عليك اجوان يلا غريب يلا الكره شقلب اوصل له فاهم. ايوه بص انت غشيم. انت 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 بتغل حقد. ده مش حلو الصفه دي. تمنى الخير للاخرين لكي ايه او كن يعني. هات الكوره. طيب هات الكوره وهبقى تمام. انا هسامحك يا حبيب قلبي. الواد راشفورد حاطط غل اكتر من انا حاطط في الشوطه فاهم. يعني هو حط غل اكتر من انا حطيت في الشوطه اقسم بالله. وهنا الفار. نبص على الفار تاني يا جماعه. نبص الكوره دخلت بكامل محيطها. بكامل محيطها جوه ايه. الله. لا هنا بقى حكمنا الجميل جهاد جريشه يقول لنا الكره دي ايه وضعها. بس ماشي انا تمام. يعني اوكي انا لو منك هرجع اجيب جون في نفسي بصراحه. انا لو منك احس بالاهانه يا بولتكس. عشان كده انا هسيبك تحط الجول بالجليتش القذر ده. اوكي وانت اصلا ما عرفتش تقفشها اصلا. نجرب احنا بقى. هنا بقى هنا التخفيله بقى. طب انا رجعت عشان يقطع احمد. اوه اوه عالجون. لا هو محرز. انا قلت محرز بيستلم استلامات رائعه. الولد يا جماعه فرده. الولد فرده تنزله يجري الملعب كله الولد. احنا بقى نديها ايه. تمام احنا نرفع العلم الابيض. خلصت ديونج. البرشلوني يفعلها. بس بصراحه من محرز يعني ده تقريبا احلى جون دخلته بمحرز من ساعه ما اشتري. اما انا وش السعد يعني انت برضو فاهم. والله يا اخي اللعب معاك يا اخي ما يتزقش منه والله. احنا الناس تظبطنا والله يا جماعه. الناس ظبطونا نلعب مع بعض. خلاص اها 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 38000 لايك. انا مش معجب ب يعني قراراتك في الشوط ده يعني جوال قذره جدا صراحة. لا انا ممكن اقول لك على حاجه. انا عرفت انا كنت عامل ايه غلط الماتشات اللي فاتت ولما صلحته المره دي كسبتك 4. لا انت ضربت معاك بس في اخر 10 دقايق. انا هقول لك انا بقى. انت هبت منك كده في اخر 10 دقايق وعملت كده في الدراع. عملت كده هو قمت راميه ماشي وايه وجت معايا. حصل الحمد لله على كل شيء. المهم يا جماعه 38000 لايك على الفيديو ده. انا كده كسبت الفيديو ده. لا ما كسبتش الفيديو ده. بص هقول لك على حاجه. هو انت كسبت بصراحه ماتشين وكنت بتلعب حلو قوي بصراحه. فانا يعني شهر من مصيري انت كسبت الفيديو. حقيقة انت كسبت بجداره كمان يعني. انت لعبت حلو قوي الفيديو ده بصراحه. دي روح رياضيه احييك عليها جدا. وده اعتراف رسمي يا جماعه من بش ان بولتكس افضل لاعب فيفا في التاريخ. اوكي
شكرا. اي حاجه هتتقال دلوقتي شيل في المونتاج على طول، تمام؟ عشان هو هيشتم دلوقتي على طول. لا لا لا.